وتفقد الطير. قيل أن الكليم قال لربه: علمني من تحب حتى أحب. فأوحى رب العالمين تبارك وتعالى إلى كليمه موسى: يا موسى، إذا رأيت عبدي يكثر من ذكري فأنا ألهمته ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي يغفل عن ذكري فأنا حجبته عن ذلك وأنا لا أحبه. فاللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الراضين بقضائك وقدرك يا رب العالمين. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون تزكية لنفوسنا وإجلالا لربنا وحبا في نبينا عليه الصلاة والسلام نستمع إلى القرآن الكريم. كما أن المولى تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فالقرآن ليس كمثله كلام. هيا بنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى السيد بالوفا، قارئ جليل من قراء وعلماء القرآن الكريم ومن أعلام القراء والمقيد بقوس أنزلت. يتفضل فضيلته يتلو علينا من آيات الله البينات. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه وآتيناه
آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن
ادعوا إلى سبيل
يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما
استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى السيد أبو الوفا، قارئ جليل من قراء وعلماء القرآن الكريم والمقيم بقوسنا البلد، مركز قوسنا بمحافظة المنوفية. الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية والفراشة الحديثة الكبرى، فراشة كهرباء البشمهندس حسن مصطفى زهران. المعرض الأول بقرية بجير بجوار المعهد الديني، نيابة عن عائلات عبد القادر أصحاب الواجب والأدب في كل مقام ومكان. يتقدمون لحضراتكم جميعا بخالص الشكر والتقدير على تأدية واجب العزاء. نحن على موعد إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وإلى رحاب القرآن الكريم مرة أخرى وفضيلة القارئ الشيخ حداد الهنداوي من أعلام إذاعة القرآن الكريم. فإلى حين اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.